لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ظهور الإمام المهدي عليه السلام وملؤه للأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ما هو إلا غاية لامتداد حركة الإمام الحسين وآل البيت الأطهار عبر التاريخ، وهو ثمرة جهادهم وتحركاتهم وغاية انتصاراتهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به، ولا سكتنا إلا ابتدأنا، حتى مر فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه، فقلنا: يا رسول الله، ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد، حتى ترتفع رايات سود من المشرق، فيسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه، وفي رواية: يسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج، فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.